احنا شركة سمارت تكنولوجي، شركة بتعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. النهاردة احنا بنقدم المنتجات ان شاء الله اللي هنقدمها للشعب المصري خلال الفترة اللي جاية، على رأسها تقنية جديدة من النانو تكنولوجي، عبارة عن كارت لتوفير الطاقة والوقود، بيوفر في الكهرباء، استهلاك الكهرباء، بيوفر في البنزين. مشروع التاني وهو انشاء اول شبكة قنوات تلفزيونية تفاعلية على الانترنت، وده الموضوع الاول من نوعه على مستوى العالم. موضوع بنستخدم فيه احدث التقنيات في الاعلام، بنقدم فيه الاعلام الجديد او اعلام المواطن، بنتجه فيه نحو القضايا العالمية، بنشتغل فيه على كونسبتس الورلد وايد، او احنا بنخاطب العالم كله من خلال شعار نحو عالم واحد. عايزين نقول احنا عالم واحد، احنا مشاكلنا واحدة، احنا لما بنفرح هنفرح كلنا، اللي بيحصل في اي دولة بيأثر في الدول الاخرى. الهدف هو خلق التواصل. احنا من القنوات بنخلق منصة للتواصل، مش عايز اقول حاجة زي الفيسبوك، لكن ان شاء الله هتبقى حاجة افضل من الفيسبوك. التالت، المنتج التالت اللي هنقدمه، ده اول موقع بيزنس تو بيزنس، تجارة الكترونية، يعتبر الاول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط، حاجة زي علي بابا ان شاء الله. دي يبقى لها دور كبير جدا في خلق فرص عمل وخلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها بنتجه نحو تصدير المنتجات المصرية للعالم كله. المشروع الرابع هو حاجة اسمها محفظتي، هو عبارة عن تطبيق على الموبايل. التطبيق ده له شعار املأ محفظتك ببلاش، دي رسالة موجهة للمواطن المصري، بنقول له اشتري من شبكة التجار اللي احنا بنتعاقد معاهم، ان شاء الله هم الاف المنافذ، بيحصل على خصومات في هيئة نقاط دي اخر شهر بيلاقي معاه جوه محفظته اللي هي من خلال الموبايل من 500 جنيه ل 5000 جنيه، يقدر يشتري بيها احتياجاته بدون ما يدفع اي حاجه. حضراتكم التجهيز للمشروع ده استغرق منكم وقت قد ايه؟ ثلاث سنين. طيب عندي سؤالين. السؤال الاول بخصوص كارت الكهرباء او كارت توفير الكهرباء، وحضراتكم كاتبين بنفسكم من 20 ل 50%. تمام. استخدامه ازاي الكارت ده؟ تمام. يعني انا كمواطن اشتري الكارت احطه في العداد؟ لا لا لا، احنا حضرتك مالناش دعوه بالعداد خالص. هو الكارت بيتحط على لوحة المفتاح داخل المنزل. الكارت بيشتغل بتقنية النانو تكنولوجي، ملوش دعوة بالعداد، ملوش دعوة بالكهرباء كشركة كهرباء. هو بيقلل أي نقل كهرباء لأي منشأة، أيا كانت منشأة تجارية أو منزل مثلا أو منشأة صناعية، بيبقى فيه نسبة فاقد في التيار في الكهرباء نفسها. النسبة دي بتتراوح من 30 إلى 70%. دور الكارت ده إن هو بيقلل نسبة الفاقد. بس ده بمنتهى البساطه. وده يوفر لي في الفاتوره؟ هيوفر يعني وصل في بعض الاوقات ل 60% و65% طبقا لجوده الكابلات اللي بيتم من خلالها توصيل الكهرباء. بالنسبه لموقع التجاره الالكترونيه البيزنس تو بيزنس، تمام، هل احنا عندنا في مصر حجم انتاج يسمح بالنوع ده من النشاط؟ احنا اولا عندنا، زائد ان شاء الله ده هيبقى اداه من ادوات التنشيط. النهارده مشكله اي حد هي التسويق. احنا النهارده ان شاء الله بالموقع ده نقدر نسوق جوه مصر ونسوق للعالم كله. تمام. اخر سؤال لحضرتك، يعني ايه قناه اونلاين تفاعليه؟ يعني قناه اونلاين تفاعليه يفرق يعني اليوتيوب مثلا؟ لا، احنا الحقيقه عندنا جوه الشبكه دي، مش هي شبكه متكامله فيها كل حاجه. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا مثلا الشبكه دي من ضمن المزايا بتاعتها ان حضرتك هتشتغل فيها دفع الكتروني، تقدر تستخدمها في انك تدفع اي حاجه، سواء كانت احتياجاتك في التعاملات، بتركب تاكسي، بتتعامل مع مطعم، بتتعامل مع مستشفى، الى الشراء من خلال اونلاين. اليوتيوب هو جزء من القناه، يعني كونسبت اليوتيوب ان هي منصه يتم من خلالها عرض منتجات لسواء لهواء او محترفين او شركات. الكونسبت ده موجود او الميزه دي موجوده، انك تقدر تنشئ قناه خاصه بحضرتك تعرض فيها اللي انت عايزه طبقا للمعايير او الرولز اللي احنا بنحطها. وفي بقى موضوعات اخرى زي قضايا عالميه، زي قنوات متخصصه، زي فئات احنا بنستهدفها. زي ما بقول نحو عالم واحد، مقصود بيه ان اللي بيحصل في اي دوله بيأثر على دوله اخرى. احنا عايزين نعرض زي الهجره غير الشرعيه، زي اللاجئين، زي ذوي الاحتياجات الخاصه، زي مشاكل المسنين، يعني مشاكل كتير قوي الحقيقه احنا عاملين لها قنوات متخصصه، ودي اول مره على مستوى العالم. بالاضافه طبعا للقنوات اللي معتاده زي المسلسلات، الافلام، الكوميديا، الاطفال، المراه، الكلام ده كله. اعتمدتوا على نسبه كام في الميه من الشباب في انشاء هذا المشروع؟
كله شباب حضرتك، انا العجوز الوحيد. ربنا يديك الصحه. الله يخليك يا فندم. ده اخر سؤال بجد بقى. لا اتفضل. ازاي قدرتوا تمولوا هذا المشروع؟ هل تمويل ذاتي من جوه مصر؟ تمام. هل في مستثمرين اجانب؟ تمام. لا الحمد لله احنا ما عندناش اي مستثمرين خالص. احنا مجموعه من رجال اعمال صغيرين، تمويل ذاتي. الحمد لله احنا بنقدر نشتغل باقل الامكانيات، ما بنحتاجش امكانيات كبيره في شغلنا. احنا يعني نقدر نقول ان احنا محترفين شويه في قصه التكنولوجيا وكيفيه توظيف التكنولوجيا. عايز اضيف بس حاجه، ان احنا عندنا مشروع اخر وده اعتقد هو مهم، وهو الاكشاك الذكيه. الاكشاك الذكيه دي اكشاك هتقدم للشعب المصري الدفع الالكتروني والتعامل مع الحكومه الالكترونيه من خلال المنافذ دي. المنافذ دي مصممه تصميم طبقا للبيئه، هتشتغل بالطاقه الشمسيه بالسولار بانل، هتكون موجوده ان شاء الله في مصر كلها. بنامل ان شاء الله ان المشروع ده خلال 5 سنين هيوفر اكتر من 1,000,000 فرصه عمل للشباب، وهيقضي على التعامل النقدي، وده اعتقد انه اتجاه مهم جدا للدوله خلال الفتره القادمه. الف شكر حضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. شكرا.